السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وهل ظلم الكاف يوسف النصيري وياسين بونو في الجوائز الإفريقية لسنة 2023؟ ظلمهم صح ولا ظلمهم وانكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الخميس 7 ديسمبر عن اللوائح النهائية للأندية واللاعبين والمدربين واللاعبات والمنتخبات المرشحين يعني للتتويج في حفل جوائز المرتقب يوم الاثنين المقبل 11 ديسمبر بأحد الفنادق الفاخرة في مدينة مراكش المغربية بحضور نجوم بارزين على الصعيد الافريقي. وأعلن الكاف عن قائمة نهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بحضور نجم المغربي أشرف حكيمي، ظاهر أيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمهاجم النيجيري فيكتور لاعب نابولي الإيطالي متوج باللقب كاتيو مع ممثل جنوب إيطاليا. أنا اللي عجبتني تاع المدربين تشاني فرحان، يعني افضل مدربين في افريقيا، هي اللي عجبتني كاع رحمه ربي، افضل مدربين في افريقيا اللي خدموا اللي عرقوا اللي ما هضروش بزاف، يعني اللي ما يضرهمش الميكروات كيسيبوا الميكروات قدامهم، اللي ما يديروش البلبله تاع طفي التليفون طفي منها ترن 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 ترن، يعني كلش مخدوم. هذه والله مدربين هادو ما يوجدوا لهم الاسئله ما والو، كلش الهواء الطلق. هذه هي واستغربت فئه كبيره من الجماهير المغربيه غياب يوسف النصيري مهاجم اشبيليه الاسباني عن قائمه، حيث اسهم صاحب 26 عام بشكل كبير في تتويج فريق اشبيليه باللقب الدور الاوروبي وسجل اهداف حاسمه احدها في شباك جوفنتوس الايطالي بذهاب دور النصف النهائي، وقبل ذلك في الربع النهائي أمام مانشستر يونايتد ليصل بالفريق الأندلسي إلى المباراة النهائية والتي فاز بها على حساب روما الإيطالي بقيادة مديره الفني البرتغالي مورينيو، ما جعله من الأسماء المرشحة للمنافسة بقوة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء. وقبل ذلك وإن أسهم اللاعب إشبيليا بشكل فعال في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية بعد أن سجل هدف في شباك منتخب كندا وآخر أكثر أهمية أمام البرتغال عبر به الأسود الأطلس إلى النصف النهائي للعرس الكروي العالمي بقطر. من جهة اكتفى ياسين بونو حارس مرمى الفريق الهلال السعودي بحضور في قائمة النهائية لأفضل حراس مرمى في القارة الإفريقية مع محمد شناوي حارس الدولي المصري في فريق الأهلي المصري وأندريا أونانا حارس الدولي كاميروني في فريق مانشستر يونايتد ليغيب عن قائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي في الوقت كان يترقب الكثيرون تتويجه بجائزة نظر لما قدمه مع المنتخب المغرب في مونديال قطر 2022 وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه السابق إشبيليا بعد أن كان حاسم في العديد من المباريات أبرزها نهائي الذي تصدى خلالها لركلات ترجيح أمام روما. يعني مدرب يعني الحارس هذا، وإن المهم كله كان يديها أشرف حكيمي مليحة، يعني أشرف حكيمي وزيد بونو يدي أفضل حارس في إفريقيا ويستاهلها أفضل حارس، يعني ماشي مجاملة ولا لا يستاهلها. أنا اللي عجبني المدربين، يعني أفضل مدربين راهو في القائمة وأضعف مدربين هذه الزوجة مكاش، روح ما خدمتي والله ما تديها، ما كاش المجاملة، روح عند مسيلمة الكذاب، عند دحمان الكوافير، عند بقرة الحليب، زوجة قاسمة، فما كاين جوائز تاع الكذب، جوائز فما بالكذب، هذه هي. ثلاثي
يعني ثلاثية محرز تاريخية لم تشفع له أمام الكاف وفي سياق متصل أيضا، رغم أن النجم الجزائري رياض محرز مهاجم نادي الأهلي السعودي بصم على أفضل إنجازاته خلال الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي، والذي توج معه بثلاثية أوروبية تاريخية، دور أبطال أوروبا ودور إنجليزي ممتاز وكأس سوبر الأوروبي لا كأس سوبر أوروبي ما كانش، لا ما نكذبوش على روحنا ما كانش، وهو أول لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، لكن كل ذلك لم يشفع له عند الكونفدرالية الإفريقية. لا ماشي هو أول في إفريقيا، لا إيطو أو إيطو سيتول أو إيطو السوداسية مع البارسا مايكو أو إيطو السوداسية مع البارسا. في إفريقيا ما يثير جدال ويثير حبر يعني بشأن معايير معتمدة لاختيار متوجين بهذه الجائزة. يا خويا أنا عجبتني قائمة مطردة كاع، قائمة في المستوى هذي أيوا قائمة في المستوى هذي على بالك. ولا قائمة في المستوى هذي واو قائمة هذه مطردقة هذه صورتو تاع المدربين تاع كراني فرحان با مدربي فماك ما كان مكلف بالإعلام يهدر ما كان والو والله تاعك حسب سهلاوي لا بونو هو غادي يدير افضل لاعب بونو غادي يدير افضل لاعب كيفاه بس حتى الناس خلينا من البكايات الناس تبكي لهنا على بالنا الناس تبكي ربنا بلي الناس تبكي البكاء خير ربي بس عشان هذه هذا هو الصح لازم تتقبلوا الهزيمة كيما نفرحوا واو يا لطيف بس هلا زيت الناس واو ناس قلعت يا صاحبي ناس حرصت ورايت راه يجي في الاخر عليا نقول لك ناس نقول لكم كيف الناس ما تتبعش الواقف كاين اللي مسكين يتبع الواقف تبعش الواقف لا راه مغاربة بقلب واحد أبوي قلب واحد خلف الزياش والو حنايا قاطعو على ذاك إبراهيمي مازال تعاودو تخلص هذه هي قاطعوا لابراهيمي ردوا خائن ردوا من النار ردوا من النار ابراهيمي عاود بايك ابراهيم ما زلت ودعوت بالرحمه باين تخلص ها وانا نقول لكم والله لا مازال تخلص دعوت والله لا تخلص اودي والله سهل اودي باش يجي اوه
بنا سهلاوي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.